احمد انا اسمع والله اعلم، معرفش بيفتروا عليك ولا لا، ان انت يعني مقلبك او ردود افعالك بجد غريبه، وممكن تعمل في اصحابك حاجات لا لو حاجه انا مش عارفها وحاجه بتتعمل مني اعمل رد فعل اي بني ادم طبيعي، فقد تحدث كارثه لو ما قالوليش قبليها. يعني عملت حاجه وندمت عليها؟ لا انا وسليمان عيد، اصل سليمان عيد ده عشره عمري بقى ده يعني، فسليمان عيد اكتر مقالب اتعملت في سليمان عيد. انت اللي عملتها في سليمان وهو بيعمل فيها، بس هو في الديره ويبان ده اصلا سليمان ده طيب قوي. شفتي هو عايز يطلع كده بقى، هو عايز يتقال الجمله دي. لا سليمان طيب جدا. سليمان انا اللي اعرفه يا جماعه، محدش عارفه قدي والله. ده سليمان عيد من اطيب ثلاثه انجبتهم مصر، اطيب واحد اصلا. بس بيجنني وبجننه برضه يعني. طب لا احكي لي حاجه حصلت ما بينك وما بين سليمان عيد. خلاص دي مصايب على الهواء. لا لا قول قول المصالح كريم. اختار لك حاجه خفيفه طيب. مره انا وهو محمود عبد المغني قررنا ان احنا نروح اسكندريه نقعد نقضي يوم ونروح ابو قير ناكل سمك ونرجع. فمشينا الفجر وصلنا فندق ما في المنتزة 5 ستارز كده يعني، طلعنا فالساعه 9 الصبح لقيت سليمان بيقول لي انا مش جاي لنوم، ومحمود بيقول لي يا استاذ يلا ننزل نمشي، انا بقلدهم لك بالطريقه يعني. طب نعمل ايه؟ يلا بينا على ابو قير. قلت لهم ابو قير 9 الصبح مش هنلاقي من هنا لهنا. قلت لهم طبعا هنزل اجيب العربيه من الجراج هو ما انتوا تنزلوا. فرحت جبت العربيه لقيت محمود نازل اكنه هيتقبض عليه، عمال يعمل كده لوحده. محمود عبد المغني عمال يعمل ايه كده، فما فهمتش شويه، ولقيت سليمان خارج لابس بنتكور، اللي عارفه بنطلون الترنج لما يتقص، بنطلون ترنج احمر مقصوص كده وشبشب وفانيلا صفرة عليها رقم 2 ومكتوب عليها نادي اسكو. نادي اسكو. والله العظيم واحنا خارجين من شيراتون بقى، انت متخيله انت المنظر يعني. المهم رحنا فقال لي بص انا احسن علاج عندي العضله. هو كان دايما يدعي ان عنده القلب وطلع ما عندوش الحمد لله. لا والله ما عنده حاجه، وقعد 7 سنين عايش انه عنده حاجه، وهحكي لك حصل ايه في الموضوع. المهم قال لي ننزل، قلت له سليمان، قال لي احسن حاجه العوم، اللي يعرف اسكندريه كويس وابو قير، ابو قير بحر كده لغايه المينا بعدين البحر الحي بعديها، في بدلات موجوده على البحر. قال لي طب من لغايه ما الاكشاك تفتح والناس تفتح والسمك يفتح نزلني ارميني عند البحر الحي وانا هرجع وراك عوم. فانا بصيت له كلام غير منطقي بالمره، يعني لا يصدر غير من واحد خلل. المهم قلت له يا سليمان مسافه بعيده، ده احنا عشان نوصل بالبيدالو اصلا هنتعب يعني، يلا بس عشان لازم اعوم عشان عضله القلب وبتاع. ماشي. فقعد محمود جنبي، ومحمود ما بيعرفش يعوم، محمود عبد المغني ما بيعرفش يعوم، وانا قعدت جنبه كده وابتدينا نبدل واحده 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 واحده. تمام. وصلنا قلت له بلاش البحر الحي، خليك ايه على الايدج على حرف البحر الميت. قام خلع الفانيلا بتاعت نادي اسكو. ايوه. وفي يعمل حاجات كتيره كده على البدال وترك، راح ناطط النطه يا مدام منى يا اختي شككتني. والله العظيم. والله راح مت ابويا من النطه، من النطه دي وانا ركبني هم الدنيا. ليه نط ازاي؟ نط ازاي؟ ما يا ريته نط ازاي؟ عارفه لما تمسكي انت حاجه تروحي رميها في المايه، هو اترمى اكن حد رماه كده يعني، في مالهاش ستايل. هي سليمان عيد ستايل بس. ونزل سليمان واحنا بالبدال بقى راجعين، فراجعين مع الطيار بس شمال يعني، فمحمود بيبدل وانا ببدل وهو بقى ايه، واحد اثنين ثلاثه اربعه سقه. قلت له يا سليمان، قال لي بس هدي شويه هدي شويه. قلت له هدي ايه يا ابني انا في بدال ما يعني ما فيش. قال لي طب استنى عشان اطلع. فابتدينا نحاول نرجع البدال ورا مش عارفين، والميه بتسحبنا والارض بعيده فعلا. خمسه ستة غيط السليمان والله العظيم. فقلت يا نهار اسود، محمود قال لي ده بيموت. فجيت ناطط، جيت عايز انط الحقه في الميه، لقيت واحد ما تسيبنيش يا استاذ احمد، محمود عبد المغني، بعرفش اعوم يا احمد، بعرفش اعوم يا ما تسيبنيش يا استاذ، ومسكني من رجلي وانا عايز انط الحق الغطس مش باين يعني، يا ريته بيفلفص ده، هو نزل ما قاومش حتى ما عملش حاجه. المهم قلت له يا محمود وبتاع، ونتشت رجلي وقمت ناطط المايه، المايه البحر الميت ميته عكره تحت. ادور على مع سليمان عيد في سلقط في ملقط مش لاقيه. ما قدش انت بتتكلم بجد؟ والمصحف ما طلع فين؟ وده ستر ربنا فقط. ايوه. لقيت واحد عامل كده متعلق في نص المايه وعامل كده، واخر بقللتين طالعين من فوق. والله. المهم ايه؟ نزلت عشان اوصل للعمق، عايز اطلعه مش عارف اطلعه ازاي. احنا قوانين الانقاذ عندنا لما تنقذي حد يجي له بانيك، اول حاجه بتمسكيه من شعره ورقبته. همسك شعره فين انا بقى؟
اجيب شعر منين انا عشان انقذه؟ قمت جايبه من رقبته وفضلت اطلع 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 مسافه والله العظيم. اللي انا بحكيه لك ده بس عشان لسه اعرف خد مثلا دقيقتين ل 10 ثواني عشان برضو التوتال تبقى عارفه الزمن. المهم طلعت طلعت سليمان الاول ونزلت عمت جبت محمود وقفنا بقى مع سليمان بنضغط له على بطنه وبننزل له الميه اللي شربها وقال لنا خلاص كده كتب لي عمر جديد يا جماعه سيبوني بس انام في الشمس لغايه ما الاكل يجي وبعدين ايه اقوم. الاكل يجي احنا الساعه 10 وربع الصبح يعني الاكل مش هيجي قبل 2 الظهر 3 الظهر ماشي. وراح مختار حته شمس جامده وراح نايم كده وانا ومحمود قاعدين بقى الحمد لله رب وبنشكر ربنا طبعا والموقف عدى على خير. الاكل جه بقول له يلا يا سليمان لقيت الجلد طلع في ايدي حرق من الدرجه الثالثه حرق من الدرجه الثالثه تحت الشمس طلعنا بيه على مستشفى الشرطه. ادي سليمان ادي حدوته من ضمن الحواديت يعني دلت على شيء انما تدل على انه طيب وكان جدا